طب بس انا عايزه اوصل عند الصافيني مره، لان هي يعني كانت ممكن تقضي على العندليب وبعد كده بقت نقطه نجاح. ايوه ودي حاجه غريبه جدا يعني. في سنه اعتقد 52 غناها لم ينجح، وفي 53 غناها نجحت. أيوة صحيح، في عيد التحرير تحرير ثوره 52 نجحت نجاح ساحق في حديقه الاندلس. حقيقي. وبعدها جيت على قد الشوق. وبعدها جت على قد الشوق صافيني مره بالمناسبه اتعملت بالصدفه يعني. الموجي كان يعني خارج من قصه حب. فالشاعر سمير محبوب عنده الكلام صافيني مره وجافيني مره، فعجبت الموجي قوي. وسمع عبد الحليم بالصدفه في الراديو وهو بيغني لقاء، فقال لك الاغنيه دي تليق على الصوت ده. يعني الصوت ده لازم يغني صافيني مره. وكانت تجربه. هو الحقيقه الجمهور كان متعود طبعا على، عارفه، مشايخ الغنى الفتره ما قبل عبد الحليم، مشايخ الغنى بقى يعني. كان عندنا شكل الموسيقى في الوقت ده او قبل عبد الحليم، الموسيقى الطويله، الجمله الطويله، الريتم اللي قاعد. صحيح. كده عبد الحليم الناس ما استستق... يعني ما فهمتوش في الاول في صافيني مره ايه ده. بالمناسبة عايزة أذكر هنا كمان الفنانة تحية كاريوكا، لأنه في الموقف ده تحية كاريوكا أصرت أن عبد الحليم يكمل. طبعا كانت تحية كاريوكا طبعًا. وكان طبعًا. مدير المسرح قال له لا خلاص وبتاع، فقالت له لا يعني هو لو ما غناش أنا مش هطلع.